السؤال كما قال الأخ، ما هو الرأي في احتفال المغاربة بعيد ولا برأس السنة الجديدة؟ ما رأيك؟ ليس لي رأي أنا، ليس أمرا فيه رأيك أنت، تعطي رأيك أنت. لا هذا اسمه، ما حكم الشرع؟ ما الرأي؟ هذا ليس رأي. لو كان هذا الأمر وفق آراء الناس لوجدت أن كل إنسان له هوى يحكمه، على عدم الناس يعجبهم الاحتفال، لو كان يجي على الرأي دياله هو يقول لك أنسي علاش ما نحتفلش. ولكن ليس رأيك يا أخي، هذا ليس رأيك. الدين ديالنا كان واحد الأصل وواحد القاعدة كتقول لا يحل، عقل عليها دي فيها تحتها 100 دائما في الممشي نقولها ديال تحتها 100 خط أحمر. هذه القاعدة، لا يحل يعني حرام، لا يحل لمسلم زيد أن يقدم على فعل أي شيء حتى يعلم حكم الله فيه. حكم الله ماشي رأيك أنت، عبد ديال ربي، والعبد ديال ربي يتصرف وفق ما يريد الله لا وفق ما يمليه عليه هواه. وحنا هذا نتاع الناس عبد الهوى، أفمن اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ العلماء قالوا شر إله عبد في الأرض الهوى، شر إله عبد في الأرض الهوى. اللي قال له الهوى ديالو، قال له خلينا زيدي ندير اللي بغيت أنا حر. هذا هو، هذا يتكلم على الرأي ديالو. وراه عندنا حتى الأغاني تاع الرأي، ما خلت الأمة شي رأي. الرأي ما، وذلك السؤال هو ما حكم الشرع في الاحتفال زيد بعيد النصارى، احتفال برأس السنة التي يحتفل بها النصارى. هذا السنة الميلادية، راس السنة الميلادية، هذا العيد ديال النصارى، هل هو عيد ديني أم عيد وطني؟ قول له واش تكون 100% عيد ديني؟ عيد ديني مرتبط باش بميلاد عيسى عليه السلام. ياك ماذا يقول النصارى في عيسى عليه السلام؟ يقولون ثلاثة أقوال زين. وقالت النصارى عيسى ابن الله، واسمه هذا، واسمه هذا الشرك زين. وقالت النصارى زين إن عيسى هو الله، هو ذات الله. وقالت النصارى إن الله ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، ثلاثة تساوي واحد. كل كلام النصارى في عيسى ابن مريم كله كلام زين، كفر وشرك وخروج من التوحيد، أي أخطر المعاصي اللي واسمه هي الشرك. تخيل أنت واحد مسلم، مسلم مسيحي، مسلم ماشي ماشي ملحد، مسلم ياك، ياك أخويا مسلم، ومشى يفتح واحد الخمارة كيصلي ويحج، ويفتح واحد الخمارة وقال لكم أرواح ندير لكم إن شاء الله واحد تقصيرة باش تحتفلوا معايا بفتح الخمارة. تقول له مبروك عليك، تمشي تقول مبروك عليك، الله يعظم لك الرزق، الله يقوي رزقك، تبارك الله عليك، ياي ياي على بينا كي داير، تبارك الله على كانتينا. تمشي تقول له ولا ما تقولوش؟ واش تقول له ما تقولوش؟ ولا قلت له مبروك عليك واسمه؟ شركاء في الايه؟ بحال اللي تولوا انتوما مشاركين. هو يبيع الشراب بعدا هو راه يدي الفلوس، بعدا بعدا هو يدي، وانت واش بغيت تدي؟ انك اقررت عليه، انت تدي السيئات غير هكذا. خير واحد سيد مسلم قتال يقتل هذا ويقتل هذا ويقول له مبروك عليك والله الله فرجنا فيه، اعطيه باباه وانت ما تقتلش، وهذا مسلم. واسمو الحكم ديالك انت واسمو؟ قاتل من اعان على قتل نفس ولو بشطر كلمه، قال اقو ما كملهاش، اقو ما اعطاه لا خدمي لا شجعو، قال غير اقو لقي الله يوم القيامة ومكتوب على جبهته آيس من رحمة الله. شكون الأكثر القتل ولا الخمر؟ القتل. شكون الأكثر الشرك ولا القتل؟ الشرك.
إذا كان حراما عليك أن تبارك وتهنئ مسلما يفتح خمارة وهو مسلم، وإذا كان يحرم عليك أن تهنئ مسلما وهو يقوم بمعصية الله، أي معصية يكتب الناس يدير الكراهية، المهم راك تهني على شيء. إذا كان هذا حرام يجعلك تشاركه الإثم الذي يفعله وأنت ما فعلته، إنما رضيت ثم هنأت وباركت له وأقررته على ذلك، فإقرارك الذنب لفاعل الذنب يجعلك مشاركا في ذلك الذنب. فكيف إذا كان هؤلاء تباركهم على نظرتهم لعيسى؟ شرك، ربي تقرب على الشرك. وربي تبارك لهم تقول لهم مبروك عليكم، هذاك الدين ديالكم المخير اللي كتقولوا فيه عيسى هو الله، راكم تبلاصي وسيدي ربي باش بعيسى. لطيف لطيف لطيف، هذا واسمه هو. إذا كانت مباركة وتهنئة المسلم على المنكر يجعلك تشارك في المنكر الذي يرتكبه المسلم، فكونك تهنئ الكافر على الكفر والشرك فأنت تشاركهم الكفر والشرك. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما معنى أولياء الوغش؟ ما معنى أولياء؟ ما معنى أولياء؟ الولي، ما اسمه الولي؟ هو الحبيب، هو الناصر، هو المساند، هو الحبيب، جعلته حبيبك. وفوق شكون حبيبك؟ حينما تتفقون فاش فاش في جوهر العبادة اللي هو العقيدة، يعني خرجت من عقيدة المسلمين وتبرعت، تبرعت من عقيدة الموحدين، تبرعت من عقيدة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنأتهم على عقيدة التثليث. هذا أعظم الولاء، الولاء العقدي، تقرهم على الشرك. ولذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم زيد. ما معنى فإنه منهم؟ ما معنى فإنه منهم؟ ما معنى فإنه منهم؟ هو على ملتهم وعلى عقيدتهم وعلى دينهم. بقى في الإسلام ولا بقاش الإسلام؟ علاش؟ لأن أعظم ركن التوحيد وهو الولاء أعطوه للكفار، ولو صلى وصام. ورب رب 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 رب. والثانية أن في هذا الاحتفال تاع النصارى ما فيه شيء فقط غير العقائد نتاعهم، لأن احتفال واسمه فيه في مجموعة من الأكاذيب الملفقة حول عيسى عليه السلام، وحينما تهنأهم فأنت تقرهم على تلك المخالفات الشرعية. منين يجيبوا الوصبة؟ يزعمون أن عيسى ولد تحت الوصبة، وإحنا عندنا هذا كذب. الله أخبرنا أن عيسى ولد تحت النخلة، قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. إذن هذا كاذب، هذا كاذب، إذن واسمه فيه في الشرك، إقرارهم على الشرك، وفيهم إقرارهم على الكذب على التلفيق. والثالثة واسموا فيها أيضا، واسموا فيها إن شاء الله تبارك الله، واسموا فيها، فيها واحد كذاب يجوب الأرض شرقا وغربا، اسميه واسمه باباهم. ما معنى البابا؟ ما معنى البابا؟ بابا هم وين؟ ما معنى البابا؟ البابا عندهم واسمه ما؟ واسمه البابا؟ شكون هو البابا عندهم؟ شو هو؟ هو خليفة يسوع الرب، خليفة ربي في الأرض. وهذا البابا اسمه يجلس على الكرسي الرسولي، وماذا يفعل؟ يكون واسطة بينه وبين الرب رسوله، بين البشر وبين يسوع. فمن عصاه يشتري عليه سكوك الغفران ليغفر له نائب ربه في الأرض.
إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يأكلون أموال الناس بالباطل. ثانيا أن هذا نموال هذا يجوم الأرض ويدير لك الشويشية ويكلم على الوليدات ويقول لهم إن شاء الله مع الصبار غادي يدخل لكم الهدايا من الشميني. هذي يجيو إن شاء الله وخد بلعوا البيبان غادي يجيب لكم إن شاء الله الهدايا ويدخل ماش من المدخنة المدخنة على الشميني. وأنا صبت بعض أولاد المسلمين يقرروا بعض المدارس المغربية زين التنويه بابا نويل. أعوذ بالله وعمرا أني غير هذا. ومنهم من المسلمين من يأخذ صورا مع أبنائه مع هذا الدجال الكذاب البابا مع العقائد الباطلة والأكاذيب والأراجيف. حرام يا المسلم اسمع مني قبل أن تلقى ربك. ومن نقول حرام على البابا بشير تصور معه أريكم قول من باب أولى واسمه هو قولي واسمه ما تبيعش على كلمة إلا كان شير بحيجي في تلقى ما تبيعش راك تبيع الطورطة العام كامل دير الليمو ماني وديرها لي مبلغ لأنك تشبه. قال رسول الله من تشبه بقوم حشر معه. اسمع أخويا اسمع لهذا الحديث. من تشبه بقوم فاش تشبه فيهم في عقائدهم في عباداتهم المسائل اللي كتخرجك بالملة فهو منهم. ها واسمه كاين الخور ان شاء الله كاين تقاصر زوج تاع الانواع كاين اللي يقصر في الدار مع وليداته ويجيب الحبال ويقول راني كنقصر معاه على حساب راس العام ويفتح التلفزيون في دوزيم وجايبت له الاغاني وشرى الديك الرومي وجاب القرقع وجاب اللوز وجاي يحتفل. يا اخي حرام حرام ان تخص الليله التي تنتشر في عقائد المسيحيين ان تشاركهم فرحتهم بذلك. واسمو ندير صلي العشاء وروح تنعس ولا اقرا القران ولا قصر مع احبابك في التلفزيون ودير درس وما نقولكش ديك الليله خصها بذكر الله ولا هذه بدعه ولا كنبقى نقول خص تلك الليله. هذا ليس في ليس موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخامسة والسادسة هناك من يحتفل في القهاوي يمشي ويريزيرفيو في الوطيلات في النهار باش نعم سيدي في ديك الليلة واسمو يديرو. هي أكثر الليالي استهلاكا للخمور لا تستهلك الخمور في العالم أكثر من تلك الليلة. أكثر الليالي استهلاكا للخمور هي ليلة اللي بغاو يقولها العيد ديالهم الديني. واش العيد ديالهم الديني؟ الناس يشربون فيها هم الخبائث فيفقدون فيها عقولهم فإن مناط التكليف العقل ففي يوم العيد نهلك عقولنا ونخمر عقولنا ونتصرف عياذا بالله كالحمقى. ألا ترى كم من حادث أودى بالكثير من الأرواح حينما يسوق الإنسان وقد شرب الخمر بكثرة. ألا ترى كم هي الأعراض التي تنتهك في تلك الليلة؟ البنات كيقولوا لهم رحنا إن شاء الله غادي نديروا راس العام مع فلانة مع فلان أوكي يمشيوا ذيك الليلة الولاد والبنات. ولا تتصور يا أخ الإسلامي كم هي الأعراض التي تنتهك في تلك الليلة ولا حول ولا قوة. ولذلك تنزل اللعنات في تلك الليلة على الخلائق لكثرة المعاصي التي ترتكب. هذا الشيء هذا ومنهم من يقول لك انا نمشي فين؟ فين نمشي؟ نمشي ان شاء الله نحتفل ماشيين نمشي لاوروبا نمشي تما كاع. كاين اللي فوت تما كاين بعض المغاربه اللي هذه الليالي كيفوتوها تما ويمشوا للوطيلات تما ويديروا نفس الاحتفال تاع تما. وكاين اللي يدي مرتو. عيسى بريء من هذا. والله إن عيسى عليه الصلاة والسلام النبي الطاهر بريء من هذا الذي يفعلون باسمه. تفعلون باسم المسيح عيسى خليفة رسول الله في أمته في آخر الزمان الذي ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلوا على الحبيب. أدرك حشي ماشي يا قصدي يا حشي قلنا يا قصدي يا حشي والحجر الأخرى اللي ما قلناش ما سويا. فكيف إذا كان هؤلاء النصارى هم الذين يقتلوننا؟
روسيا الأرثوذكسية تقتلنا، وأمريكا البروتستانت يقتلوننا، وفرنسا الكاثوليكية تقتلنا في إفريقيا الوسطى. وعاد تحت العيد عمرو انت شفت شي يهودي ولا نصراني جا المغرب وفي نهار تاع العيد الكبير بقى يشري الكبش وكيقول لك اريد ان ان شاء الله باش نعيد على كبش ينظر في سواد ويمشي في سواد وياكل في سواد. هما ما مخليناش حتى نعيدوا عندهم العيد الكبير. اللي مشى يمشي يعيد بالكبش نتاع وداه للدار ويقبضوا باللي دا الكبش للدار ويقبضوا باللي ذبح الكبش في النار تاع لا يعترفون باعيادهم. وما اعترفش احنا انا عيد ويدي والكونجي النصارى في بلاد المسلمين وتما لا يعترفون بعيدك ولا يترونك يتركونك تعيد عيدك الديني ولا يسمحون لك بان تتعطل في ذلك اليوم حتى يكون لك عيد وتربي ابنائك على ان هنالك عيد المسلمين اسمه عيد الضحيه عيد اسماعيل عليه السلام مع ابراهيم ما كاينش. وحنا نديرو نديرو موراه ما جا شي اخيرا وليس اخيرا واحد شي ناس يقول لك انت واصبر راك الدفش اخلينا ترانكيل اسيدي كاع الناس راهم يديروا هذا الشيء بغيت غير نداول واش غير نداول لا ندخل للجنه اخلينا. هذا واش يقول هذا الده الديار الده الواد هذا ما عندوش شخصيه. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن إمعة لا تكن إمعة. ما معنى إمعة؟ الذي يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أسيء. أنا واحد من الناس أنا مع الناس أنا اللي ده. شي واحد يقول لك الموت في عشرة نزاهة يا ودي الموت في عشرة لك هذا الحق مولا غادي يموتوا على الباطل ويرموا روحهم في البير حتى أنت تبغي تطلع على البير ولا الموت في عشرة نزاهة إلا كانوا ميتين على الحق روح معهم. قال لا تكن إمعة تقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس لا. لا وطن نفسك فإنما تدفن وحدك وتحشر وحدك وتقف بين يدي ربك وحدك وتأخذ الأجر والثواب والعقاب لوحدك جزاء ما كسبت يداك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. واحد ما يفعل على الآخر ولا تزر وازرة وزر أخرى. وطن نفسك واعبد ربي وهو اللي يبقى لك راه والله ما ينفعك غير دينك. ولذلك نقول قولا واحدا هذا الاحتفال حرام حرام بأي نوع من الاحتفال كبير ولا صغير. يجيب شي ناس من الخارج يقول لك يا ودي راهم يقولوا لنا احنا عايشين ما يقولوا لنا عيدكم مبارك وقولوا لنا سنة سعيدة. واش نقول لهم لما نقول لهمش هذا أمر آخر.